ما زالت الأوضاع الأمنية تحتاج الكثير من اليقظة والحذر هنا في محافظة أبيان، خصوصاً بعد أن تلقت القوات الأمنية العديد من الهجمات من قبل المسلحين في مناطق متفرقة من المحافظة. سوف نظل في المحافظة ولا يمكن أن نتراجع خطوة واحدة، ونبشر المواطنين بأننا مسيطرين إن شاء الله، إن ما في بعض الأخلالات وهذا لا يخلى منها أيا كان من الأمن في جميع المحافظات. شحة الإمكانيات المرتبطة بالتجاهل الممنهج الذي تحدث عنه الجنود من قبل الجهات المعنية يزيد من تفاقم الوضع كما يرفع من نسبة الخطورة. من الليل اللي الرعب اللي ده وكل شيء، نطالبهم بجيزة، نطالبهم بترول، نطالبهم برواتب الناس، نطالب بفرشان، نرقد بالأرض، لا مخد لا فرشان لا كنابل لا أي حاجة، لا ذخائر، ما نذقنا جديدة ألا ذخائر ينبغى. لكن في كل الظروف الروح القتالية والمصلحة الوطنية هي ما تبقى لدى الجنود المرابطين في المواقع. منذ بداية الحملة الأمنية وتطهير المحافظة من مسلحي القاعدة، ما يزال أكثر من 500 جندي في مواقع مختلفة يقومون بواجبهم الوطني دون أن تدرج اسماءهم في قوائم العسكريين. وعود دمجهم ضمن المجندين الجدد كثيرة، لكنها تأخرت، كما تأخرت أيضا التعزيزات العسكرية التي يبدون في أشد الحاجة إليها الآن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.